أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين وصلنا في المحاضرتين السابقتين من هذه السلسلة، سلسلة كيف زُيِّف الإسلام إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أنا قد ثبَّتنا أن وقوع التحريف في الأديان السماوية، ومن بينها ديننا الإسلامي، هو أمر ممكن عقلاً. النقطة الثانية هي ان النقل اي الادله الشرعيه من الكتاب والسنه تثبت ذلك ايضا وتؤكده على نحو الحتم اي انه لا بد من ان يتعرض الدين الاسلامي الى مؤامره تستهدف تحريفه وتزييفه الان نتوجه في البحث الى مرحله جديده هذه المرحله تتلخص في الاجابه على هذا التساؤل انه كيف وقع هذا التحريف والتزييف وبعباره ثانيه من هي تلك الشخصيات التي لعبت دورا في التامر على الدين الاسلامي لصنع بديل زائف عنه باسمه، وقامت اثر ذلك بالانقلاب على رسول الله صلى الله عليه واله بعد استشهاده للقضاء على دينه وهدمه من الداخل. بدايه علينا ان نعرف ان محاولات كثيره بذلت في سبيل القضاء على الدعوه الاسلاميه. المشركون كما نعلم حاولوا كثيرا أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه واله وعلى دعوته، لماذا؟ لأنهم كانوا يعتبرون أن النبوة تهديد لزعاماتهم لوضعهم السلطوي في الجزيرة العربية. يعني كان التفكير الموجود عند المشركين انه فلان اذا يعلن نبوته فهذا معناه انه يسعى للحكم، يسعى للسلطه، يسعى للزعامه، فهذا امر يهدد الزعماء الموجودين في مكه. ابو سفيان وغير ابو سفيان كانوا يعتبرون اعلان رسول الله صلى الله عليه واله نبوته تهديدا مباشرا للوضع السياسي القائم. كان هذا هو التفكير السائد عند العرب، ولذلك نلاحظ نحن مثلا انه مسيلمه الكذاب لعنه الله، ذلك الرجل الذي ادعى النبوه في اواخر زمان رسول الله صلى الله عليه واله وجعل جمعا من اصحابه يرتدون. هذا الرجل لما اعلن نبوته ارسل كتابا كما يذكر المؤرخون الى رسول الله صلى الله عليه واله فماذا قال في كتابه؟ قال: اما بعد فاني قد اشركت معك في الامر، انا اصبحت معك شريكا في امر النبوه، فلك نصف الارض ولي نصفها. يعني كان يتصور يعني شوفوا هذا يعبر عن الثقافه الداخليه عنده. انه يتصور ان النبوه عباره عن ملك الارض حكم فانت لك نصف الارض تملك تحكم وانا لي نصفك نصف الارض الاخر هكذا كان التصور الموجود عند العرب فلذلك قاموا بمحاوله الانقضاض على رسول الله صلى الله عليه واله وعلى دينه كثيره هي المحاولات التي بذلت من طرفهم وكلها باءت بالفشل حاولوا مثلا أن يعارضوا رسول الله صلى الله عليه وآله في معجزته في القرآن أن يحاكوا القرآن أن يقدموا نصا أدبيا بلاغيا يشبه القرآن لم يفلحوا ما استطاعوا أن يعارضوا القرآن بشيء ما استطاعوا أن يأتوا حتى بسورة من مثله بل بآية من مثله حاولوا مثلا أن يشوهوا سمعة رسول الله أن يفتروا عليه الأباطيل والأكاذيب قالوا مثلا أنه ساحر، أنه مجنون، أنه شاعر وأمثال هذه الأمور فما فلحوا ما أفلحوا في ذلك حاولوا أن يفكوا عقد العشيرة التي كانت تحمي رسول الله صلى الله عليه واله عشيرة بني هاشم من خلال الخائن أبي لهب عم رسول الله أيضا شافوا أنه هذا الأمر وإن أثر قليلا في طرد الناس عن رسول الله وإبعادهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أنه لم يفلح نتيجة حاولوا مثلا من خلال الإغراء. إغراء رسول الله صلى الله عليه وآله محاولة إغرائه لكي يتنازل عن دعوته قالوا له أنه إذا تريد مالا فنحن نجعلك أثر أثريائنا اذا تريد ملكا نحن ننصبك ملكا علينا ولكن ضمن الوضع السياسي القائم وهو وضع التداول والتوازن بين البيوتات البيوتات والزعامات التي في مكه فانت تكون ضمن هذا الاطار فايضا ما فلحوا في هذا الامر قالوا له مثلا نزوجك اجمل البنات ايضا ما فلح هذا الامر فشافوا ان كل هذه الامور ما تنفع فانتقلوا الى محاولة يعني المواجهة بالعنف المواجهة بالقوة فاضطهدوا المسلمين حاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من مرة والله تبارك وتعالى حفظ رسوله وحمل المسلمين بنحو أو بآخر فإذا كل المحاولات التي بذلوها لأجل القضاء على الدعوة الإسلامية باءت بالفشل لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه كما بينا في المحاضرة السابقة أنه هذه المحاولات كانت تأتي من, خ... من الخارج من خارج الدعوة الإسلامية من خارج المجتمع الإسلامي والإسلام كانت فيه مناعة إنجاز التعبير حصانة من المحاولات التي تستهدفه من الخارج فلذلك نحن نلاحظ انه معظم الاديان بل كل الاديان ايضا هكذا اذا جاءت المحاولات للقضاء على الدين من خارج الدين من خارج المجتمع الديني فانها عاده ما تبوء بالفشل اي أيوة المحاولات التي تنجح في هدم الدين تلك المحاولات التي تهدم الدين من الداخل اشخاص معينين منافقين يتسللون الى داخل المجتمع الديني يتصنعون الإيمان يتصنعون الدين ثم شيئا فشيئا يبدأون ينخرون كما ينخر السوس من داخل الدين فيهدمونه من الداخل كما نقلنا مثلا بالنسبة إلى بولس الذي هدم دين عيسى عليه السلام وكون النصرانية بولس كما قلنا أنه ثلاثين سنة قام بعشرات المحاولات للقضاء على هذا الدين من الخارج قتل الذين تبعوا اتبعوا عيسى عليه السلام اضطهدهم حاربهم حاول بشتى الطرق لكن ما نفع ذلك فبعد ثلاثين سنة تغلغل أو تسلل إلى داخل ذلك المجتمع الديني ومن الداخل بدأ بتنفيذ خطته التآمرية وشيئا فشيئا كون الدين النصراني وحرف دين عيسى عليه الصلاة والسلام نفس الشيء وقع بالنسبة إلى ديننا الإسلام المشركون رأوا أنه لا فائدة من محاولة هدم الدين الإسلامي من الخارج ففكروا بخطة خبيثة كما فكر بها المشركون وأعداء الأديان السابقين بأن يزرعوا داخل الدين الإسلامي من يقوم بهذه المهمه وهذا الامر سنثبته طبعا ان شاء الله تعالى بقراءه تاريخيه تحليليه مفصله ان ابا بكر وعمر كانا في الواقع عملاء لاعداء الدين الاسلامي عملاء للمشركين عملاء لليهود عملاء للنصارى وكان عندهما ايضا طموح شخصي في ان يتوصلا الى السلطه لانهما من بيتين مغمورين في قريش ليس لهما مكانه ليس لهما شرف ليس لهما قدر وهذا امر معروف وان شاء الله ايضا سنثبته بشكل مفصل فلذلك كانت عندهما هذه الرغبه في ان يتوصل الى الحكم يتوصل الى زعامه من الزعامات وعلموا من خلال التتبع ومن خلال تحليل الوضع ومن خلال اخبار الاديان السابقه الانباء التي وصلتهم من الاحبار من القساوسه ان هنالك دين سيظهر وهنالك نبي وهذا النبي مآله انه هو الذي سينتصر وهو الذي سيسيطر على العرب جميعا فرأوا ان من مصلحتهم الدخول في هذا الدين ظاهرا وشيئا فشيئا محاوله تسلق القمه او التسلق للوصول الى القمه للزعامه للحكم وتعاقدوا فيما بينهم على هذا الامر وتعاقدوا عليه في الكعبه الشريفه داخل الكعبه تعاقدوا ودفنوا صحيفتهم في جوف الكعبه لانه كانت عند اهل الجاهليه كان عندهم اعتقاد راسخ بانه اذا تعاقدنا على امر فحتى يتم وحتى لا يخون بعضنا بعضا نكتب ذلك وندفنه في جوف الكعبه. فلذلك هم قاموا بهذا الامر. والمشركون بالنتيجه ساعدوهما ولذلك نجد مثلا انه في معركه احد كما سياتي ان شاء الله مفصلا ان عمر بن الخطاب لما وقع بين يدي المشركين من كل جانب في معركه احد لم يقتلوه الرجل الذي كان تحت رحمه واحد من المشركين وهو عمر كان تحت رحمه احد المشركين في احد هذا الرجل لم يقتله قال له احفظها لي ارجع ما هو السبب؟ عجبا لماذا كل المسلمين الذين كانوا يقعون فريسه تحت رحمه المشركين في احد وغيرها كانوا يقتلون فورا مهما كانوا ايا كانوا الا عمر بن الخطاب لماذا؟ ما هو السبب؟ اذا هنالك علاقه خاصه سريه بين عمر باطنيه بين عمر وبين المشركين من جهه هذا هو التحليل المنطقي للحدث فنحن الان بحاجه الى ان نفهم ما الذي فعله ابو بكر وعمر كيف استطاعا ان يندسا في اوساط المسلمين ليقلبا هذا الدين من الداخل ما الذي فعله لكي يلتحق بالخمسة الذين قبلهم. لأنه عندنا نحن في الروايات الشريفة أن هنالك سبعة أشخاص. هؤلاء الأشخاص أكثر الخلائق عذابا في جهنم. أكثر من يعذبون. سبعة أشخاص. اثنان منهما أبو بكر وعمر. خمسة قبلهم قبلهما هؤلاء الخمسه هم الذين كانوا اركان التحريف للاديان السابقه هؤلاء لهم اشد عذاب في جهنم كما تحدثنا به هذه الروايه التي يرويها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابيه ثواب وعقاب الأعمال في الصفحة 216 وفي كتاب الخصال في الصفحة 399 عن إسحاق بن عمار الصيرفي أنه سأل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فقال جعلت في داك حدثني بحديث في أبي بكر وعمر فقد سمعت من ابيك يعني من الامام الصادق احاديث عده سمعت احاديث عده من ابيك فيهما فانت حدثني فيهما فقال عليه السلام الامام الكاظم يا اسحاق الاول بمنزله العجل والثاني بمنزله السامري ابو بكر بمنزله العجل الذي عبد وعمر بمنزلة السامري الذي وطأ له أن يعبد هسه قد واحد يسأل المخالفون لا يعبدون أبا بكر نقول كلا يعبدونه في الواقع كيف بأن يق... بأنهم قد قدموا قوله على قول الله قدموا قول عمر على قول رسول الله ومن أصغى إلى ناطقين فقد عبده كما قال امير المؤمنين صلوات الله عليه اذا الله عز وجل يامرك بامر وفي المقابل انت تسمع لشخص اخر ياتيك بامر مخالف فانت تطبق امر ذلك الشخص تقدمه على الاوامر الالهيه على الاوامر النبويه فانت تكون قد عبدت ذلك الشخص الله عز وجل يامرك بان تمتنع عن الخمر الشيطان ياتيك ويوسوس لك ويامرك بان تشرب الخمر، فاذا شربت الخمر تسجل عند الله بانك قد عبدت ابليس. عبدت ابليس. وهكذا اذا جاءك شخص من البشر ولهذا سمي ابو بكر وعمر في الروايات الشريفه بصنمي قريش لانهما يعبدان من قبل العامه المخالفين. قال عليه السلام يا اسحاق الاول بمنزله العجل والثاني بمنزله السامري فقلت جعلت فداك في زدني فيهما اريد معلومات اضافيه فقال عليه السلام هما والله دقق هودا ونصرا ومجسا فلا غفر الله ذلك لهما كيف هودا نصرا مجسى؟ هودا يعني جعل الدين الإسلامي يتجه نحو العقائد اليهودية زرعوا في الدين الإسلامي عقائد يهودية نصرا زرعوا في الدين الإسلامي عقائد نصرانية مجسا زرعوا في الدين الإسلامي عقائد مجوسية وهذا كله سنثبته في, المقبل في المستقبل إن شاء الله تعالى كله سنثبته انه كم من عقيده يهوديه نصرانيه مجوسيه تسللت الى الدين الاسلامي عبر قناه ابي بكر وعمر وعثمان واشباههم لما ياتي عمر ويفتح المجال لكعب الاحبار اليهودي ولتميم الداري ولاشباههم من اهل الكتاب الذين جاءوا وحرفوا الدين الإسلامي وغيروا العقائد وغيروا الأحكام فإذا هما والله هودا ونصرا ومجسا فلا غفر الله ذلك لهما كإشارة سريعة هذا الأمر قلنا إن شاء الله في المستقبل سيأتي مفصلان لكن كإشارة سريعة فقط هذه العادة التي يقوم بها المخالفون وهي أنهم لما يصلون يكفرون أي يضعون يدا على يد يصلي هكذا ما شكل يتكتف أو يكفر هذه العادة من أين جاءت هذه عادة مجوسية مجوس هكذا كانوا يصنعون في التعامل مع ملوكهم في تعاملهم مع الأكاسرة حينما كانوا يعبدونهم هكذا كانوا يصنعون. فعمر ادخل ذلك في صلاه المسلمين. فاذا مجس الدين الاسلامي ام لا؟ مجسه. والمصيبه ان المخالفين يرموننا نحن شيعه اهل البيت الاطهار عليهم الصلاه والسلام باننا نحن المجوس. والحال انك اذا بحثت وفتشت في عقائدهم بل في رجالهم لوجدت انهم اقرب الى المجوسيه. بل هم المجوس في الاصل، هم اليهود في الاصل، هم النصارى في الاصل، ونحن المسلمون في الاصل. البخاري اللي هو اعظم محدثيهم مجوسي الاصل. مجوسي مجوسي. جده كان مجوسيا. فعلمائهم مجوس. يأتون ويرمون علماءنا بالمجوسيه. بعد انقلاب الموازين. قال عليه السلام: هما والله هودا ونصرا ومجسا فلا غفر الله ذلك لهما، الى ان يقول الامام عليه السلام: يا اسحاق ان في النار لواديا يقال له محيط، وادي عظيم. لو طلع منه شراره لاحرقت من على وجه الارض. إذا شرارة واحدة تخرج من ذلك الوادي والعياذ بالله في جهنم شرارة واحدة فقط تحرق كل الكرة الارضية، كل من على الكرة الارضية. وإن أهل النار يتعوذون يعني يستعيذون بالله، يقولون أعوذ بالله من ذلك الوادي، يتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما اعد الله فيه لاهله من العذاب الاليم. هذا الوادي اللي في داخل جهنم اللي بقيه اهل جهنم اللي موجودين في هذا الوادي يتعوذون بالله من ذلك الوادي انه فقط لا تودينا هذا الوادي. قابلين بما عندنا من عذاب. زين وان في ذلك الوادي لجبلا جبل ضمن ذلك الوادي. يتعوذ منه اهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره وما اعد الله فيه لاهله. اهل ذلك الوادي هم قابلين بوضعهم بس يسالون الله عز وجل ويستعيذون به من ان ينقلهم الى ذلك الجبل داخل ذلك الوادي. وان في ذلك الجبل لشعبا شعب يعني يكون طريق بين الجبل. طريق مثل يكون مسيل الماء او ما اشبه لما تهطل الامطار في الدنيا يتكون مثل طريق داخل الجبل شيء معين، هذا يسمى الشعب في اللغه العربيه. وان في ذلك الجبل لشعبا يتعوذ منه اهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب ونتنه وقذره وما اعد الله فيه لاهله. عذاب مضاعف في ذلك الشعب. وبعد "وإن في ذلك الشعب لقليبا، قليب يعني بئر، بس مو بئر ماء هنا، بئر حميم، بئر غسلين، بئر صديد اللي يكون." وإن في ذلك الشعب لقليبا يتعوذ منه أهل ذلك الشعب من حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله. وبعد وان في ذلك القليب لحيه يتعوذ اهل ذلك القليب حتى الموجودين داخل القليب يتعوذون من هذه الحيه انه الهي لا تنقلنا الى هذه الحيه قابلين بموضع يتعوذ اهل ذلك القليب من خبثها ونتنها وقذرها وما اعد الله في انيابها من السم لاهلها. وبعد وان في جوف تلك الحيه جوف تلك الحيه لسبعه صناديق فيها خمسه من الامم السالفه واثنان من هذه الامه خمسه من الامم السالفه يكونون في جوف تلك الحيه التي تكون في ذلك القليب في ذلك الشعب في ذلك الجبل، في ذلك الوادي الذي منه من ذلك الوادي، يعني شوف اخف مراتب العذاب بالنسبه الى هذا التسلسل، من ذلك الوادي اذا شراره تخرج تاتي الى الدنيا تحرق كل من على الارض، شراره واحده فقط. والعياذ بالله. خمسه من الامم السالفه في تلك الصناديق السبعه في جوف تلك الحيه. اثنان من هذه. الأمة قلت اسحاق يقول للإمام عليه السلام: قلت جُعلت فداك ومن الخمسة ومن الاثنان. قال عليه السلام: أما الخمسة فقابيل الذي قتل هابيل، هذا أول واحد. ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربه قال أنا أحيي وأميت. نمرود الثاني. وفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فرعون الثالث ويهودا الذي هود اليهود المعنى الى ذلك في المحاضرات السابقه مو في هذه السلسله انه الدين عند الله الاسلام كل الاديان التي جاءت بها الانبياء عليهم السلام اسمها شيء واحد ما عندنا دين اسمه دين يهودي هذا الدين اليهودي مثل نسخة محرفة عن دين الإسلام الذي جاء به موسى عليه السلام يعني موسى لما يأتي إلى يقول ما دينك يقول الإسلام إسلام حنيفية أكو الشريعة موسوية يعني بالعبادات في الأحكام في الصلاة في الصيام في الحاج ما أشبه هاي يسمى شريعة هاي الشريعة تتبدل بس العقيدة العقيدة يعني الدين الأصلي دين واحد ذا مسمى واحد ذا مسمى واحد ما عندنا الدين اسمه الدين المسيحي أو عفوا النصراني النصرانية نسخة محرفة عن دين الإسلام الذي جاء به عيسى المسيح عليه السلام عندنا شريعة مسيحية كذلك بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله دينه هو الإسلام شريعته شريعة محمدية صلى الله عليه وآله فإذا أكو رجل من أين جاءت كلمة يهود اذا يهوديه من اين جاءت؟ نسبه الى رجل قام بتحريف دين موسى عليه السلام، هذا الرجل كان اسمه يهودا فنسبوا اليه صاروا يهود من اين جاءت كلمه النصرانيه؟ نسبه الى قريه الناصره في فلسطين باعتبار انهم من هناك انشاوا دينهم المحرف فنسب إلى تلك القرية كذلك بالنسبة إلى الإسلام نسمي أولئك الذين انحرفوا عن الإسلام وزيفوه نسلي، نسميهم بماذا؟ بالبكريين نسبة إلى من؟ إلى أبي بكر الذي كان أولى الشخصيات التي قامت بالانقلاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وتحريف دينه من بعده أو نسميهم بالمخالفين أي أنهم خالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله بالمبتدعة وما أشبه ذلك فاذا وفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى ويهودا الذي هود اليهود وبولس الذي نصر النصارى هذا بولس الذي تحدثنا عنه مرارا واما الاثنان هذولا خمسه كانوا واما الاثنان من هذه الامه فالاعرابيان ابو بكر وعمر فإذا التحق أبو بكر وعمر عليهما لعائن الله بالخمسة الذين قبلهم ممن حرفوا الأديان السابقة وهؤلاء السبعة لهم أشد عذاب في جهنم لماذا قد يتساءل شخص لم كل هذا العذاب؟ ما هو السبب؟ السبب واضح لأن هؤلاء دمروا الخطة الإلهية على الأرض هؤلاء نسفوا آمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مئة وأربعة وعشرين ألف نبي هؤلاء تسببوا في انحراف المسيرة البشرية عن طريق الله عن الصراط المستقيم ومن أظلم من هؤلاء فلا شك ان عذابهم يكون اشد عذاب على الاطلاق، لانه لولاهم لما وقعت هذه المآسي. لولاهم لما وقع الكفر، لما وقع الفساد، لما وقع البغي، لما وقع الضلال، لما وقع هذا الظلم الذي نراه. في الروايه عن اهل البيت صلوات الله عليهم انه ما من محجمة دم تهراق إلا وهي في أعناق أبي بكر وعمر وأنت إذا تحسبها تشوف الكلام صحيح الآن هاي المقابر الجماعية التي وقعت في العراق من سببها الإجابة تكون صدام ما هو شكل خوب صدام من الذي جاء به راح تمشي في سلسلة تنتهي الى ابي بكر وعمر. لانه لولا ان ابا بكر وعمر انقلبا على الشرعيه الاسلاميه ونصبا انفسهما حاكمين لما جاء من بعدهما الحكام الذين تعاقبوا على حكم هذه الامه وطغوا وتجبروا الى ان انتهى الامر الى صدام. لو ابو بكر وعمر ما انقلبا كان الحكم الان بيد من؟ بيد مولانا صاحب الامر صلوات الله عليه، كان الحكم الشرعيه الاسلاميه ثابته وانتقلت من امام معصوم من اهل بيت المصطفى صلوات الله عليهم الى الذي يخلفه من الامام علي عليه السلام الى الامام الحسن الى الحسين الى السجاد الى الباقر وهكذا الى ان يصل الى مولانا صاحب الامر صلوات الله عليه. ولو كانت البشريه تحت حكم هؤلاء لما وقعت هذه المجازر، لما وقع هذا الظلم، لما وقع هذا القتل، لما وقع هذا الفساد، ولما جاء امثال صدام وغير صدام لكي يحكمونا. لما جاء القذافي وغير القذافي لكي يحكمنا، لما جاء ال سعود وال خليفه لكي يحكمونا. فاذا من يتحمل المسؤوليه هو من اسس اساس الظلم والجور. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك كما نقرأ في الزيارة الشريفة للحسين عليه السلام في يوم عاشوراء فإذا كل دم يراق بالباطل انما يكون اول من يحاسب عليه هو ابو بكر وعمر الان اذا واحد قتل انسانا اخر ظلما اولا يوم القيامه يحاسب على ذلك ابو بكر وعمر ثم بعد ذلك يحاسب ذلك القاتل وهكذا فهؤلاء دمروا كل شيء فلذلك يكون عذابهم بهذا العذاب الشديد لانهم تسببوا في تحريف المسيره الدينيه للبشر. طبعا كما بينا انه ان شاء الله تعالى في المحاضرات المقبله سنورد الادله والاثباتات على كلامنا هذا بالتفصيل. اما هنا نحن ما زلنا في طور المقدمه التمهيديه لكي نستوعب البحث. على حساسيته و أهميته. فإذا نبدأ أولاً حتى نفهم ما الذي قام به أبو بكر وعمر وكيف حرفا الدين وكيف زيفاه يجب في البداية أن نلقي الضوء على هاتين الشخصيتين. يعني ندرس كل شخصية على حده ونرى ماذا يهمنا من محاولة التعرف على هاتين الشخصيتين قبل ان ندرس افعالها واثارها على الصعيد العملي. نريد ان نفهم اولا ان هذين الرجلين ماذا كان تاريخهما في مرحله ما قبل الاسلام؟ ماذا كان واقعهما؟ وضعهما؟ مكانتهما موقعهما الاجتماعي ثم كيف دخلا الإسلام وهل كان دخولهما حقيقيا عن اقتناع عن رغبة أم لا بمعنى هل أنه قد آمنا إيمانا كاملا أم كانا لا منافقين يظهران عكس ما يبطنان ثم ما هي الشواهد والأدلة التي يمكن الاستناد اليها في اثبات ان الرجل ما امنا بالله طرفه عين وان دخولهما كان لغايه خاصه في نفسيهما، وايضا نذكر او نعرج على القصص الخياليه التي يزعمها المخالفون في شان عظمه هذين الرجلين، تلك القصص الخرافيه التي يدعونها ويزعمونها لهذين الرجلين بقصد المدح. سنبدا اولا مع ابي بكر لعنه الله وسنحاول ان نلقي الضوء على شخصيته وتاريخه الحقيقي من اوائل الاسئله التي يمكن ان تنتابنا في هذا الخصوص ثلاثه اسئله السؤال الاول متى اسلم ابو بكر السؤال الثاني، لماذا؟ لماذا أسلم؟ أي هل كان إسلامه حقيقيا عن اقتناع أم لا؟ السؤال الثالث، هل كان له دور عظيم في نصرة الإسلام أم لا؟ هذه ثلاثة أسئلة أو ثلاث أسئلة هي من أوائل ما يتبادر إلى الذهن إذا ما أردنا أن ندرس هذه الشخصيه فيما تبقى لنا من الوقت سوف نجيب فقط على التساؤل الاول لا يخفى ان المخالفين يزعمون ويشيعون كثيرا ان ابا بكر هو اول من امن وانه كان من السباقين للاسلام وعلى اقل تقدير عندهم ان ابا بكر هو اول من اسلم من الرجال البالغين لماذا لانهم قد اصطدموا مع حقيقه ان امير المؤمنين عليه السلام هو اول من اسلم اصطدموا بهذا الامر فكيف استطاعوا ان يوفقوا بين الامرين يقولون اي علي عليه السلام اسلم لكن اسلامه كان في وقت كان عمره فيه صغيرا صغير السن لم يبلغ بعد تسع سنوات عمره فهو صبي فاذا هو اول من اسلم من الصبيان هكذا يقولون عن علي صلوات الله عليه واما ابو بكر فهو اول من اسلم من الرجال البالغين ولم يقف المخالفون عند هذا الحد من التطاول والإساءة وإنما تجاوزوه بعضهم تجاوزوه كابن تيمية لعنه الله ابن تيمية ماذا يقول أصلا يشكك في صحة إسلام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لماذا يقول لأن إسلام الصبي لا يصح على قولين يعني الصبي ليس عليه تكليف فلا يصح اسلامه اما ابو بكر فلا شك ان اسلامه صحيح، فاذا ابو بكر هو الذي اول من امن. اما علي فلا وهذه وقاحه ليس بعدها وقاحه. ومن قال بان اسلام الصبي لا يصح. لا نريد ان ندخل في هذا المبحث لكن نشير فقط الى هذا الامر وهو ان رسول الله صلى الله عليه واله وهو صاحب الشريعه قبل اسلام علي عليه السلام في هذا الامر. وتعامل معه على انه قد اختار الاسلام. بل ومنذ ذلك الحين عينه وليا لعهده في قضيه الانذار يوم الدار. وانذر عشيرتك الاقربين فاي دليل اعظم من تعاملي او صنعي او فعلي صاحب الشريعه اذا كان صاحب الشريعه هو الذي قبل اسلامه وتعامل معه على هذا الاساس فكيف يقال او يزعم بان اسلامه محل شك ويردد يتردد بين القبول وعدمه ثم ان في الفقه مسائل كثيره حتى في فقه المخالفين تنبني على فعل الصبي وعلى ايقاعاته وعلى عقوده يتعامل معها الشارع تعاملا معتبرا فكيف يقال بان اسلام الصبي لا يصح انما هي شنشنه نعرفها من اخزم هذا هو النصب والعداء ومحاوله الاساءه لاهل بيت المصطفى صلوات الله عليهم والاساءه الى امير المؤمنين عليه السلام لمجرد فقط حب ابي بكر والغلو فيه ومحاوله تقديمه على علي عليه السلام وكيف يمكن ان يقدم على علي؟ والحال انه مامور في صلاته ان يصلي على علي. ابو بكر مامور في صلاته حينما يصلي بان يصلي على محمد وآل محمد عليهم السلام وزعيم آل محمد هو علي بن ابي طالب صلوات الله عليه، فهل يعقل ان يكون من امرني الله تعالى بأن اصلي عليه هل يعقل ان اكون انا افضل منه ان اكون انا مقدما عليه هذا محال على اي حال نحن سنفند ان شاء الله تعالى اكذوبه ان ابا بكر كان اول من اسلم اصلا اصلا لم يكن لا اول من اسلم لا من الصبيان ولا من الرجال ولا حتى من النساء ابو بكر تاخر اسلامه كثيرا وهذا ان شاء الله سنثبته وسنثبت ان الرجل لم يسلم الا في السنوات الاخيره من بعثه الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم وادلتنا في ذلك لن ننتخبها من مصادرنا من مصادر اهل البيت عليهم السلام مع ان مصادر اهل البيت هي الاصدق لا شك لكننا حتى نلزم القوم ننتخب بعضا مما رووه هم ويلتزمون باعتباره وصحته. فاليكم الادله. اولا روى الذهبي عن الحسن بن زيد في كتاب سير اعلام النبلاء الجزء الأول الصفحة 216 والذهبي من كبار علمائهم. عن الحسن بن زيد قال: إن عليا أول ذكر أسلم، ثم أسلم زيد. زيد يعني زيد بن حارثة، ثم جعفر وكان، جعفر يعني أخو الإمام علي عليه السلام، يعني جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار. وكان ابو بكر الرابع او الخامس فانظر الى هذا الترديد وعلى اقل تقدير ليس ابو بكر باول من اسلم بحسب قول الحسين بن زيد بل سبقه علي وزيد وجعفر وهو ايضا يتردد بين ان يكون الرابع او الخامس فمن اين جاء القول بان ابا بكر هو اول من اسلم دليل اخر روى ابو هلال العسكري في كتابه الاوائل الصفحه 98 ان عائشه وقفت يوم البصره عائشه وقفت في معركه البصره معركه الجمل تريد ان تمتدح نفسها وتمتدح اباها كتبها الطريقه شويه تحصل على نوع من التاييد في صفوف المسلمين فقالت من جمله ما قالته ابي رابع اربعه من المسلمين دقق ابي رابع اربعه من المسلمين يعني مو اول واحد اسلم الرابع الذي اسلم وهذا في قول عائشه وكانت في معرض مدح ابيها حتى لما أرادت أن تمدح أبيها ما استطاعت أن تزعم أن أباها كان أول من أسلم ما استطاعت وإلا كان لكان ينبغي أن تقول أبي أول المسلمين أبي أول المسلمين أو على أقل تقدير تقول أبي ثاني المسلمين باعتبار أن رسول الله أول المسلمين يعني المفروض مع أنه هكذا لا يقال يعني لغة يكون ضعيفا باعتبار أن رسول الله هو النبي نفسه أول اول يعني مصدر الشريعه فعاده لا يقال ان النبي اسلم بعد انه اول من اسلم باعتبار انه هو المصدر اسلم يعني اول من امن برسول الله صلى الله عليه واله فابو بكر باعتراف عائشه الرابع هذا ما استطاعت ان تزعمه انذاك لانه انذاك ما كان يتمكن احد ان يدعي ان ابا بكر اول من امن الكل كانوا يكذبونه لانه يعني كانوا يعرفون جماعه من اصحاب رسول الله باعيانهم موجودين، هؤلاء كلهم قد سبقوا ابا بكر في الايمان والاسلام. فيما بعد مع توالي السنين ظهرت هذه الاكاذيب وانتشرت، والا في البدايه ما كان احد يتمكن ان يقولها. حتى هذا الامر طبعا كذبت فيه عائشه. ابو بكر لم يكن الرابع ولا حتى الخامس ولا حتى السادس. ولكن هذا الذي استطاعت انذاك ان تذكره يعني. يعني تحشر اسم أبا بكر بهذه الكيفية أو بهذا الترتيب دليل آخر في المصدر نفسه أي كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري في الصفحة 35 يروي عن الشعبي وهو من أعظم أيضا علماء ومحدثي المخالفين عن أشياخه أن أبا بكر لما قدم مكة قصة مفصلة جاء إلى مكة قال ومن تبعه على مخالفة دينهم يعني سأل من سأل المشركين من تبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله على مخالفة دين قريش ومن تبعه على مخالفة دينهم إلى الآن كان أبو بكر ما أسلم قالوا بنو أبي طالب بنو أبي طالب يعني أبناء أبي طالب عليه السلام تبعوا رسول الله صلى الله عليه واله وإلى الآن أبو بكر ما أسلم، طيب إذا نحسب بنو أبي طالب أربعة طالب وعقيل وجعفر وعلي عليه الصلاة والسلام فعلى أقل تقدير يكون أبو بكر الخامس ها هنا إذا افترضنا أنه بمجرد أن وصل إلى مكة آمن كان قد جاء من الشام فإذا من أين جاءوا بأن أبا بكر هو أول من آمن روى الطبري في تاريخه في الجزء الثاني الصفحة 60 عن جمع من أرباب السيرة قالوا أسلم قبل أبي بكر جماعة جماعة أسلموا ايش قد عدد هاي الجماعة عشرة عشرين ثلاثين الله العالم لكن نتيجة على حد قول الطبري عمن عن روى عنهم من ارباب السير انه قبل ابي بكر اسلم جماعه، فكيف يقال ان ابا بكر اول من اسلم؟ وهنا ناتي الى حديث يقصم ظهور من يعتقد بان ابا بكر اول من اسلم. هذا الحديث يرويه الطبري في تاريخه في الجزء الثاني الصفحه 60 عن محمد بن سعد بن ابي وقاص. قال قلت لأبي أكان أبو بكر أولكم إسلاما محمد بن سعد بن أبي وقاص يسأل أباه سعد بن أبي وقاص هل كان أبو بكر أولكم إسلاما فقال لا ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين أكثر من خمسين رجل أسلموا قبل أبي بكر ولكن يقول سعد بن أبي وقاص كان أفضلنا إسلاما طبعا شيء طبيعي لأنه سعد من حزب أبي بكر فيريد أن يمتدحه وزينهم قال هذا الشيء حتى لا يقال أن سعد هنا بينه وبين أبا بكر مثلا مشاكل غيرة حسد فلذلك نفى أن يكون أبو بكر أول من أسلم لا كان في معرض مدح أبي بكر وهو من حزبه فلا يتوقع أن يكذب على أبي بكر ماذا قال سعد؟ قال أسلم قبل أبي بكر خمسو أكثر أكثر من خمسين مو خمسون أكثر من خمسين رجلا فإذا أبو بكر قد تأخر إسلامه ولم يتقدم لكن هذه إحدى الأكاذيب التي جاء بها حزب ابي بكر فيما بعد ارادوا ان يقدمونه على علي صلوات الله عليه وان شاء الله تعالى في الحلقه المقبله سوف نستمر في تفنيد هذه الاكذوبه ومنها ننطلق لمناقشه سائر جوانب شخصيه ابي بكر لعنه الله هذا وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد